أملاك المخزنية، العنق، العمارة واحد، الرقم ديال الدار 14. أنا خويا كان جدي عطاني وكالة باش ندخل نسكن في الدار هادي. جدي عايش بالديار الفرنسية. من بعد فاش جيت أنا لداك الدار باش نشوف شنو فيها، كنت فاجأ بوجود ديال أكثر من 20 شخص ديال البناية اللي داخلين تما، وما عرفتش شكون اللي دخلهم. فاش دخلنا لعندهم وبدينا كنهضروا معاهم، شكون هادو اللي عطاوكم، كيفاش دخلتوا للدار، وشكون هذا اللي عطاكم الساروش باش دخلتوا؟ ما كنتش فاجئ، وما كاين حتى شي ردود الفعل اللي نعرفوا شكون اللي عطاهم داكشي. كيقولوا ليك باللي راه تيقولوا باللي مول الدار هو اللي عطينا الساروت هو اللي مدخلنا، ومول الدار عايش في فرنسا، وهضرنا مع مول الدار اللي هو جدي بوات الوالد ديالي اللي سميتو محمد القصباني، والوالد ديالي سميتو احمد القصباني. ملي كنهضروا معاه كنتفوجئوا بانه ما عاطي حتى شي واحد شي حاجه، وما كاين حتى شي وثيقه كتدل على هذا الشيء. وهو براسو دابا كلفني وعطاني صيفط ليا وكاله تامه كتدل هاي. الوكاله كتقول فيها هنايا بان باش ندخل انا نسكن في الدار هذه. من بعد كان نتفوجئوا بحضور ديال الشرطه كيجيو عندنا كيخويو الدار كامله، كنمشيو كاملين للكوميساريه. من بعد تيقول لك السوارت غاديين يبقاو عند هاد البنايه جالسين حتى تجينا رخصه من عند صاحب الشقه. دابا راه جاتنا الرخصه، هاي عندي كاينه موجوده. ان شاء الله بغيت ناخذ الحق ديالي. 15 يوم 15 يوم كيدخل 20 و 20 شخص كيخرج، اكثر من 20 شخص وكيدخل عاوتاني 20 شخص واحد اخر. والان كان النادي العامل ديال الان فالله يجازيه بخير باش يتدخل ويشوف في هذا الامر هذا في اسرع وقت، الله يرحم الوالدين، باش انا نلقى فين نسكن. راني دابا في الزنقه وما عنديش فين نحط حوايجي. المطالب ديالي انا باش يطبق غير القانون، فهمتي؟ القانون يطبق وتاخذ الامر في اسرع وقت ان شاء الله، باش ما نبقاش انا في جريده. انا خويا نسيبته ومشيت معاه البارح للكوميساريه، فاش النوبه اللي فاش مشاو مرشوا باش يدخلوا يسكنوا تفاجئوا بالبنايه، وكان غنوضات دخلت السلطه. ملي مشينا دخلت السلطه، ملي مشيت الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم تندخلوا بحد الموضوع اجتماعي ديال واحد الأسرة. هاد الأسرة واحد السيد عنده المرأة ديالو والطفل ديالو، وكان خلى ليه الأب ديالو جدو واحد الوكالة على ذلك الديور ديال الأملاك المخزنية اللي تابعين العنق، عمارة واحد. هاد الناس هادو مهما صيفط لهم الجد ديالو هذيك الوكالة وعطاه، مشى بغى يشوف هذيك الشقة اللي كاينة في العنق، عمارة واحد. حتى توجع واحد عدد ديال الناس ديال البنايه، كل واحد داير مخده وكشه، كل واحد وهاد جينا نبحثوا في هاد القضيه. تيقول لك بانه الاخ ديالو هو اللي عاطيهم الساروت. اذا الاخ ديالو معطى الاخ ديالو الاب جدو كان الدار شدها، جا هو طقم الدار ودخل ليها وجاب هذوك البنايه كرا ليهم. واش الانسان اللي املاك المخزنيه وكارين من الدوله يكري الناس البرانيين؟ لا. اما في القانون جدو تيعطي الاذن الابن هذا ديالو حيت شافو مجوج وعنده طفل، ماشي عرفو عنده عائله. دابا هاد العائله هادي راهما اتجهوا
المقر ديال جهه الدار بيضاء سطات، باش المقر يشوف هذه الحاله ويشوف هذه الوضعيه ديال هاد الناس. وراه حنا تنطبقوا اللي قال سيدنا، حلوا مكاتبكم واستقبلوا مواطنكم وحلوا مشاكلهم. اذا احنا الان تنادي سيد عامل عماله انفا وسيد دائره الامن مول يوسف ان ياخذوا الاجراءات مع هاد الناس ومع هاد الناس اللي داخلين ترامي الى ملك الغير بدون قانون، بدون قانون، بدون قانون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، وشكرا جريدة على هذه الاستضافة. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.